السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم محمد تحسين من قناة سير شاكر. ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير وصحة وسلامة ان شاء الله. دلوقتي انت جيت تحمل نسخة اوفيس جديدة ونزلت الاوتلوك الجديد، مثلا نسخة مثلا اوفيس مثلا من اول 2013 2016، يعني 2013 وانت طالع 2013 2016 2019 365. فبتيجي لما انت مثلا بتيجي تستخدم او بتستقبل الايميلات عندك على الجهاز، ف او بتيجي يعني بتشتغل على الاوتلوك الجديد، فبتقابلك مشكله ان انت لما بتيجي تعمل سيرش او بحث عن نتيجه مثلا معينه، عن واحد مثلا بعت لك ميل، عن اي حد بعت لك ميل، فانت ما بتلاقيهوش. وليكن مثلا بص كده، هفتح مثلا الميل بتاعي واكتب مثلا هنا اللي هو مثلا واحد اسمه مينا، فلما جيت اكتب مينا ما ظهرليش اي نتيجه. بص عمال يعمل لودينج اهو ومفيش اي حاجه بتظهر، تمام؟ فانت بتضطر تعمل ايه؟ فانت بتضطر تعمل اللي انت ليتس لوك اون يور كمبيوتر، اللي هي بتقعد تدور كده، حتى كمان مش كاتب انا عايز الناس اللي هنا، يعني انا عايز اللي باعت لي مش اللي مينا اير دي، فهمتني؟ مش عايز الديسكريبشن او التايتل او السبجكت بتاعت الميل، او مثلا وليكن مثلا اي حد، يعني فكره ان ماجد مثلا. الفكره ان انت لما بتيجي تدور على اي اسم في السيرش ما بيظهرلكش اي نتيجه او اي حاجه، تمام؟ هي دي المشكله اللي انت بتقابلها او اللي احنا بنقابلها في الاوتلوك الجديد من بعد 2010 2006 2013 وهكذا. بص الحمد لله لقيت نتيجه والحمد لله جربتها بنفسي وان شاء الله اقولها لكم دلوقتي. بص هنخرج كده عادي، تمام؟ هنيجي هنا في الفايل، فايل، وهنيجي في الاكونت سيتنجز، اهي اكونت سيتنج، هنيجي عند دي كده وندوس تشينج. تشينج شايفين يوزد كاش اكستنج اكستشينج مود دي، نروح عاملينها كده اوف وندوس نيكست، يعني نشيل علامه الصح وندوس نيكست، اوكي فينش، ونقفلها ونقفل الاوتلوك ونفتحه مره تانية ونفتحه من مره تانية. هنيجي بقى هنا نبتدي بقى هنا ونقول بسم الله كده، ونكتب مثلا اي اسم مثلا وليكن مينا اللي احنا كنا بندور عليه وندوس انتر. هندوس انتر اهو دلوقتي اهو، لو تلاحظ ابتدى يعمل لي هايلايت اهو على الناس الجديده، هي مينا مجدي، مينا فتح الله، وهكذا، انتوا فاهمين؟ وكمان مينا رشدي اهو، فابتدت تنور لي الاماكن. يعني مثلا لو انا كتبت مثلا ماجد دوس انتر، بص ابتدى يعمل لي هايلايت على الاسم الجديد وليكن مثلا في السنت، واجي مثلا ادور باسم مثلا مينا، تمام؟ انا اللي باعت له ده، اللي انا باعت له، وهكذا. فهمتوني؟ ان هي بس الفكره ان انت كل اللي انت هتقدر تعمله ان انت تيجي على فايل دي وتيجي على اكونت سيتنجز، اكونت سيتنج دي، وتيجي على تشينج، وتشيل اليوز كاش دي، شيلها شيلها خالص، وبعد كده اقفل اقفل الاوتلوك وافتحه تاني البتاع، تمام. فاتمنى لو الفيديو عجبكم، اتمنى ما تنساش تدعمني بلايك وتشترك معايا في القناه لو بعد اذنك، ده لدعمي لان اغلبيه الناس بتتفرج عليا في اليوتيوب ما بيشتركوش، فاتمنى حضرتك لو بعد اذنك تعمل لي لايك بس، ده لدعمي، وتشترك معايا في القناه. شكرا جدا ليكم، وكان معكم محمد تحسين من قناه السر الشاكي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.